السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أعمال الليلة الثانية من شهر رمضان المبارك صلاة 4 ركعات، كل ركعتين على حدة كصلاة الصبح تماما. تقرأ في كل ركعة سورة الحمد مرة وسورة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر 20 مرة. نسأل الله أن يتقبل صيامكم وصلاتكم وأعمالكم. لا تنسونا من صالح دعائكم.